ويلكم بيانفيني. سكوتر جديد شكله سامبل خالص سهل، شاشة عادية، فرامل عادية، بس في ميزة خطيرة ان ده 36 فولت بيقعد فترة طويلة جدا ماشي، خفيف تقدر تشيله بسهولة. ده في ميزة دفع ورا، دفع خلفي، فلما بيفرمل خلفي، ودي ميزة مش موجودة في سكوتر كتير جدا. الدفع الخلفي ده مهم، والفرامل خلفي، يبقى ده ميزته انه خفيف و36 فولت ودفع خلفي. اشكركم.